حياكم الله مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج جبل بونت العريض، نطالع فيه اخر ما جاءت به الصحف السودانيه الصادره لهذا اليوم. اهلا بكم، البدايه بالعناوين. نبدا بصحيفه اليوم التالي: البرهان يخاطب الامم المتحده بالخميس ويعقد عده لقاءات ثنائيه بواشنطن. من وكالة السودان للأنباء، البرهان يتوجه لبريطانيا للمشاركة في تشييع الملكة إليزابيث. ما جاء في صحيفة الانتباه: المرور 60% من المركبات بالخرطوم غير مرخصة. ننتقل إلى صحافة إلكترونية: الهادي إدريس يشيد بمواقف دولة الكويت الداعمة للسودان لمتضرري السيول والأمطار. وكالات عنونت: مدير جامعة النيلين يلتقي مبادرة أهل السودان. صحيفة الصيحة جاء فيها: اللجنة العليا لتنظيم القرى بالخرطوم تؤكد استمرارها في كل المحاور. ننتقل إلى الأخبار الرياضية: صحافة رياضية: الهلال يتخطى سانتا جورج الإثيوبي بشق الأنفر. الجولة التحليلية بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم مشاهدينا لهذه الجولة التحليلية التي أزعد أن يرافقنا فيها الكاتب الصحفي المحلل السياسي أشرف عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك سيد أشرف. مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدي قناة البلد. حياك الله. نبدأ معك هذه الجولة: البرهان يخاطب الأمم المتحدة بالخميس ويعقد عدة لقاءات ثنائية بواشنطن. جاء في تفاصيل الخبر: كشفت مصادر مطلعة لليوم التالي أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهاني سيقدم خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الخميس المقبل. وأكدت المصادر الموثوقة أن البرهان سيغادر نيويورك يوم الجمعة إلى العاصمة واشنطن للقاء بمسؤولين كبار في حكومة الرئيس جو بايدن. سيد أشرف، ما هي أهمية تأثير هذه الزيارة والمشاركة في هذه المناسبة؟ بالتأكيد هنالك أبعاد مختلفة لهذه الزيارة. أولها هو يعني هنالك مؤشر، لأن المجتمع الدولي بدأ يقبل تدريجيا بالمكون العسكري فيما يتعلق بالأزمة السياسية السودانية. يتضح ذلك من أن هذه الزيارة كان يمكن أن يكون عليها اعتراض من بعض الدول الكبرى باعتبار أن ما حدث في السودان هو انقلابا وانقضاضا على الدستور السوداني والحكم المدني في السودان. عدم الاعتراض بشكل أساسي أو عدم تسجيل أي من المواقف يوضح أن هنالك شيئا ما من القبول التدريجي نحو هذا المكون العسكري الذي يسيطر على السلطة بالحديد والنار والذي يعمل يوميا على قتل المتظاهرين السلميين. ولكن في المقابل أيضا هذه الزيارة قد تكون لها مؤشرات أخرى في حالة اللقاءات الثنائية التي تجمع البرهان بعدد من الرؤساء وكذلك بالحكومة الأمريكية والذين يمثلونها في هذه في هذا المضمار المتعلق بجلسة الأمم المتحدة. وهنالك أيضا بعض الخبراء يشيرون إلى أنه يمكن هناك تليين مواقف الرجل حتى يقبل بحكومة مدنية وينهى بنفسه إلى مجلس عسكري ويكون بعيدا من أي علاقة بالحكم المدني، وأن تكون الحكومة المدنية هي واسعة الصلاحيات وأن لا تكون الحكومة المدنية بحسب ما يشترط هو بأن يكون هنالك توافقا بين كل القوى السياسية حتى يقوم بتسليم هذه الحكومة لحكومة مدنية لتكمل الفترة الانتقالية. أيضا هنالك مؤشر آخر فيما يتعلق بالشأن الداخلي، كانت لديه علاقة مباشرة بما رشح من خلافات أو بما رشح في حديث عن خلافات بين البرهان وبين النائب الأول حميدتي. واضح جدا هنالك العديد من التفاسير القريبة أو التفاسير التي أشارت بوضوح، وليست غريبة، التي أشارت بوضوح إلى لماذا كان في وداع البرهان السيد كباشي. هل هو بذلك يعتبر النائب الأول وأن السيد حميدتي الفريق حميدتي قائد الدعم السريع أصبح بعيدا الآن عن المشهد السياسي فيما يتعلق بالتراتيبية الخاصة بالحكم؟ هنالك بعض المراقبون يشيرون أيضا إلى أن كل من كانوا في المجلس السيادي من العسكريين هم مهامهم مهام متساوية وصلاحياتهم متساوية، وهذا أمر طبيعي، وربما يكون حميدتي في استقبال البرهان. ولكن إن لم يحدث ذلك فبالتأكيد ستذهب الشائعات إلى أكثر
مما هي عليه الآن، باعتبار أن حميتي أصبح في موقفه السياسي أقرب لوجهة نظر والحرية والتغيير المجلس المركزي الذي أيد إعلانها الدستوري، فيما أنها قالت أنها أيضا تحترم الجيش وتتمنى موقفا موحدا من الجيش والدعم السريع في إطار إصلاحات جذرية داخل المكون العسكري وفي إطار الاتفاق السياسي الذي يمكن أن يمكن العودة مرة أخرى إلى المسار الديمقراطي والحكم المدني. طيب إلى ماذا ستفضي المراشقات بين برهان وحمدتي وما تأثيرها على الراهن السياسي؟ هو حتى الآن ليست هنالك مراشقات مباشرة، هنالك حديث من حميتي بدأ في يوليو الماضي عندما ذهب واستعصم بولاية غرب دارفور، ومن هناك تحدث بشكل واضح وقال أنه عندما سمع أن المجلس السيادي اجتمع وقرر أن البرهان أن يذهب إلى المجلس العسكري شريطة أن يتفق كل المدنيين في السودان، كان رأي آخر لحميتي قال فيه أنه يؤيد هذا الإغرار ومضى بشكل أكثر مما هو عليه في هذه المسألة، وقرر في لقاء مع البي بي سي بعده في أغسطس بأنه يعترف بشكل أساسي بأن ما حدث كان انقلابا وأنه انقلابا فشل ولكنه لم يفصح عن الأسباب، واستمرت هذه المسألة إلى أن أيد حميتي الإعلان الدستوري الذي الذي كشفت ملامحه النقابة السيرية للمحاميين والذي تؤيده أيضا والحرية والتغيير المجلس المركزي. كل ذلك أشار إلى أن حميتي أصبح في موقفه السياسي أقرب إلى وجهة نظر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وبالتأكيد كانت هنالك دلالات تشير على أن هنالك سمة خلاف ربما بين الرجلين، ولكن البرهان لازم الصمت، ولكن هنالك من رد عنه بشكل واضح وهو العميد أبو هاج المستشار الإعلامي للبرهان الذي كان قد قال بشكل واضح أن الجيش ما زال يشترط وجود كل القوى السياسية المختلفة في المنضدة القادمة للتفاوض، ومن ثم يقوم بتسليم الحكومة إلى حكومة انتقالية جديدة. أيضا في الأنباء أيضا كان هنالك حديث للرئيس حزب الأمة السيد بورما ناصر، والذي أشار إلى أنه عندما التقى البرهان قال له أنه لن يسلم الحكومة إلا لحكومة منتخبة، وأنه يرى أن الأفضل الآن فيما يتعلق بالعلاقة بين مع القوى السياسية هو حميتي، وهو الأصدق الآن فيما يتجه في اتجاه مجرى المسألة المتعلقة بعودة التحول الديمقراطي. إذا كل ذلك تستشف منه أن هنالك خلافا مكتوما حتى هذه اللحظة، ولكنه قد ينفجر في أي لحظة من اللحظات، وخاصة وأن المسألة المتعلقة بالمناورة بدأت بعيدة فيما يتعلق بهذا الخلاف بعد أن ظهر الكباشي وهو في وداع البرهان، وكذلك بعد ما أن صرح أبو هاجة بوضوح، وكذلك الحوري رئيس صحيفة القوات رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة بذلك الوضوح، وحتى تحدث عن ساعة صفر قادمة وما إلى ذلك. طيب رئيس مجلس السيادة سيقدم خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الخميس المقبل، هل هناك دلالات لشاكلة هذا الخطاب واضحة؟ آخر خلفية بالنسبة للأمم المتحدة كان هو التقرير والإحاطة اللي قدمها فولكر، وقام بالملاحظة عليها السيد أنطونيو جودريش، وهذا كان تقريرا بالتأكيد فيه كثير من المجافاة للحكومة السودانية فيما يتعلق بتعاملها مع ملف حقوق الإنسان، وكيف كانت هنالك تأثيرات كبيرة بالنسبة لدول الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه هذا التعامل من قبل السلطات السودانية في مواجهة المتظاهرين السلميين وغيرها من النقاط الأخرى، والتعنت فيما يتعلق بضرورة أن تمضي أن يمضي المسار الديمقراطي إلى الأمام. كل ذلك بالتأكيد لديه خلفيات، والبرهان سيقدم ذلك ويحاول أن ينفي ما رشح من هذه المسائل فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وإلى آخره، ولكن بالتأكيد ستكون هنالك مواقف لدول أخرى ستكون واضحة فيما يتعلق بهذا الجانب، لأن بعثة الأمم المتحدة هي لم ترصد بعمق وإنما رصدت التي كانت تتوفر في كل وسائل الإعلام. طيب سيد أشرف، هل هذه الملفات التي سيقدمها البرهان للأمم المتحدة ستلقى اهتماما من هذه الجمعية؟ بالتأكيد هو المجتمع الدولي مهتم بقدر كبير على العملية السياسية في السودان، ويرى
أنه لا بد من توافق ما أن يحدث حتى يكون هنالك استقرارا في السودان، لأن الدول الكبرى تتأثر بشكل أساسي بما يدور في السودان، تتأثر بمسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتأثر بمسألة مكافحة الاتجار بالبشر وضرورة أن يكون السودان ليس معبرا وإنما هو يقوم بدور المكافحة بشكل أساسي، تتأثر بوجود خلايا القاعدة في المناطق الصحراوية في المغرب العربي وما إلى ذلك، ويمكن أن تكون هي أغرب ويمكن أن تنشط من جديد في السودان لتفاصيل أخرى كانت سابقة، أو لأن يمكن لمثل هذه الخلايا أن تنمو في هذه البلد، خاصة وأنه في الآونة الأخيرة كانت هنالك أيضا بعض الخلايا التي بدأت تظهر بشكل واضح، أيضا هنالك بوكو حرام، هنالك كثير من القضايا الأساسية بالإضافة إلى المسألة المتعلقة بوجود موارد اقتصادية في السودان ضخمة يمكن أن يكون عليها صراع، خاصة بعد تدخل روسيا على الخط وأصبحت هي جزء من العملية الاقتصادية في السودان بأنها تعمل على تنقيب الذهب عبر شركاتها وتستفيد من ذلك بقوة، وهذا لا يعجب الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك، ولذلك تجد هنالك حملة قوية لهذه الأيام تجاه السودان، حتى أن هنالك وفدا للاتحاد الأوروبي سيزور السودان من البرلمان الأوروبي في هذا الشهر، فهذا يعني أن هنالك اهتمام واسع من قبل المجتمع الدولي. إذن هذا الخطاب هو مهم وهو يعكس وجهة نظر السودان من جانب المكون العسكري، ولكن المجتمع الدولي بالتأكيد سيعمل على ضغط أكبر على البرهان حتى يستجيب للرؤية التي حددها، لأن هذه الرؤية هي رؤيته رؤية متفق عليها وهي ضرورة العودة للتحول الديمقراطي من جديد والحكم المدني في السودان. طيب يعني يمكن أن نقول هذه المشاركات وقبول المجتمع الدولي لها من قبل القائد العام قائد يعني مجلس السيادة رئيس مجلس السيادة، هل يمكن أن نقول أن المجتمع الدولي يعترف بالبرهان كقائد عسكري للسودان؟ هو ما واضح جدا، انا زي ما تحدثت في اول الامر ان هنالك قبول تدريجي. القبول التدريجي ده بدأت تتضح ملامحه كالاتي: انه فولكر بيرتس لم يضغط على المكون العسكري بالرغم من الصراخ والعويل الذي ابداه دكتور جبريل ابراهيم وقال ان فولكر ليس محايدا، هذه ليست حقيقه. فولكر تعامل بمرونه شديده مع المكونات المختلفه للوصول الى حل، ولكن على فولكر كان لا يكون محايدا باعتبار ان مهمه فولكر الاساسيه هي دعم المسار الديمقراطي، وكان عليه ان يطلب من كل دول الامم المتحده ان تعمل على الضغط على المكون العسكري حتى يستجيب لعوده المسار الديمقراطي. هذه نقطه اولى تدلل على ان هنالك ليس خلافا كبيرا بين المكون العسكري وبين البعثه الامميه. النقطه الثانيه تشير ايضا الى ذلك ان كان السفير البريطاني نفسه قد زار البرهان في جندته، وهذه جندته هذه مسقط رأس البرهان وجلس معه لساعات، فهذا يدلل أيضا أن حكومة الملكة الراحلة إليزابيث في السودان لا تأبه بشكل كبير لما يدور في الخرطوم. كذلك أيضا كانت هنالك تسمية مفاجئة من الكونغرس للسفير الأمريكي حتى يأتي للخرطوم، وجاء دوك فيري إلى الخرطوم وقدم أوراقه وتم اعتماده من قبل البرهان. كذلك هنالك أيضا كانت زيارة خاطفة قام بها فولكر بيرس إلى حميتي في ولاية جنوب دارفور، أيضا كانت فيها دعم مجاني. كل ذلك يشير إلى أن المجتمع الدولي أيضا يحاول أن يستفيد من المصالح فيما يتعلق بعلاقته بكل المكونات في السودان، ولكن تبقى هنالك إشارة واضحة لا يستطيع المجتمع الدولي تجاوزها وهو يتعامل معها بحصافة وقوة، هي أن الشباب الذين يمثلون أكثر من حوالي 60% من التعداد في السكان هم يرفضون أي حكم عسكري في السودان أو أي حكم يكون جزء من العسكريين فيه في السودان، وعليهم أن يذهبوا إلى السكنات بحسب مطالب لجان المقاومة والشباب، وهم الذين يحق لهم ذلك وليس سواهم. نعم، في بريد من وجود السفير الأمريكي جودفري في السودان؟ هو بالتأكيد كانت هنالك اتفاقات سابقة بعد أن استطاع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السابقة في الوصول إلى تفاهمات انتهت بعدها برفع اسم السودان من قائمة الدول الراحلة للإرهاب، ومن ثم كانت جولته الواسعة فيما يتعلق برفع الديون الثقيلة على السودان، وعقد نتيجة ذلك مؤتمر برلين ومؤتمر فرنسا في باريس ومؤتمر في جدة وما إلى ذلك.
كانت كل هذه مجهودات متكاملة قام بها السيد حمدوك، وبالتالي كان هنالك غرارا في ذلك الوقت. لكن الأهم ماذا قال هذا السفير عندما جاء إلى الخرطوم؟ قال بشكل واضح بأنه سيدعم العملية المتعلقة بالجانب المسار الديمقراطي. وعندما جاء وبعد أن اعتمد أوراق البرهان، أول من التقى بهم كانوا أربعة من أسر الشهداء، وكذلك كانت التلقيات مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وكذلك كانت مع المقاومة، لكنه لم يلتقي بالطيب الجد ولم يلتقي بالمؤتمر الوطني. فبالتأكيد هو موقف السفارة الأمريكية في متعلق من ذلك واضح، تعيين السفير أمر إجرائي كان ضروري، ولكن أنا كما تحدثت عن القبول يمكن أن يكون تدريجي ولكن لن يكون قبولا كاملا أو تسليما بسلطة الأمر الواقع بأن هذه السلطة ستظل على هذا الحال بقيادة البرهان دون أن يكون هنالك حكم مدني في السودان بالنسبة للمجتمع القربي والدولي. نعم، نمضي ونذهب إلى خبر آخر من وكالة السودان للأنباء، وجاء فيها البرهان يصل بريطانيا ويشارك في تشييع الملكة إليزابيث. وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء أمس إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية، والتي ستقام غدا بمشاركة واسعة من ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات عديدة من كثير من البلدان. وتأتي مشاركة السودان في هذه المناسبة استشعارا للروابط القوية التي تربط السودان بالمملكة المتحدة، حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. سيد أشرف، كيف تنظر إلى شكل العلاقات الدبلوماسية بين السودان وبريطانيا في الوضع الراهن السياسي الأخير؟ بريطانيا باعتبار أنها هي المستعمر الذي كان يستعمر السودان، وعندما خرجت بالتأكيد لديها كان كثير من الواجهات التي تعمل لمصلحتها في الخرطوم، وظلت هي من أكثر الدول التي تدرك أبعاد الأزمة السياسية في الخرطوم، وتعمل على أن يكون لها وجود وظلال تحفظ مصالحها في كل مرة. وكما تفضلت أنا أنه كان السفير الجديد قام بزيارة إلى البرهان في منطقة مسقط رأس إيجندة بالولاية الشمالية في عيد الأضحى المبارك، وهذا يشير إلى أن هنالك اعترافا ضمنيا أو إلى حد ما، خاصة أن بريطانيا كانت أولى الدول التي وصفت ما حدث في السودان بأنه انقلابا، وكان تصريحها كان مباشرا وغويا، وهذا يعني أن هنالك مسألة أخرى أو أن هنالك تراجع عما قد حدث. في تقديري أيضا البرهان يستفيد من أول خطوة كان قد اتخذها في هذا الجانب عندما ذهب إلى عنتبي والتقى بنتنياهو بواسطة موسى فيني، فهو كان يبدو أنه عندما قام بالإجراءات الأولى بذات الجراءة في متعلق بملف التطبيع هي استفاد منها في إطار كثير من التوازنات، خاصة وأن اللوبي اليهودي يسيطر على كثير من البلدان الغربية ولديه هناك نفوذ واضح، هذا ما يجعل هنالك دائما اتجاه لأن تكون العلاقة، وإلا لما كان بالرغم من كل هذه المدافعة من قبل حقوق الإنسان الحقوقيين في بريطانيا وغيرهم أن يكون ذلك هو موقف الحكومة البريطانية. ولكن هذه مناسبة أيضا ليست ذات أهمية بالمناسبة، هي ذات أهمية فيما يتعلق بالشخصية التي رحلت يعني، لكن فيما يتعلق بالمشاركة بالتأكيد مسألة طبيعية. فإيران نفسها التي يتم توقيع عليها عقوبات هي تشارك مثلا في اجتماعات الأمم المتحدة، ريحاني كان يشارك وغيره كان يشارك، فهذه ليست مسألة يعني تفيد كثيرا فيما يتعلق بأنها تعطي كاتيجوري أو تعطي علامات وإشارات ورتب جديدة، لا ليس كذلك، هي مسألة طبيعية وعادية يمكن أن تكون، لكن فيها اعتراف ضمني بأن هذه الحكومة بالرغم من أنها هي حكومة انقلابية ولكنها يمكن أن تشارك. هنا مربط الفرس الذي يشير إلى الدور اليهودي الكبير فيما يتعلق بتجسير كثير من هذه العلاقات. طب أنت وصفت هذا التراجع بتراجع التدريجي، لماذا هذا التراجع من المجتمع الدولي؟ أيضا الخلافات التي تظهر على سطح القوى المدنية هي أيضا من شأنها أن تضعف وجود القوى المدنية على المسرح السياسي، وفي كثير من الأحيان المجتمع الغربي أو المجتمع الدولي كله يغرر أو يرى في أن السودان لابد أن يكون مستقرا سياسيا، والاستقرار السياسي بالتأكيد يحتاج إلى حكومة متماسكة، وبالتالي لا يريد المجتمع الدولي أن تفقد هذه الحكومة الاتزان إلى حين معالجة المسألة المتعلقة بعودة الحكم المدني. وفي تقديري أيضا يمكن أن تكون هنالك صفقات تتم مع البرهان وهو هناك في تلك الاجتماعات، لأن الحوار سيكون مختلفا ولأن البرهان لن يكون كما هو عليه في الخرطوم، وفي تقديري ستكون الأمور مختلفة كما يعود
سنرى ما هي المحصلة النهائية، لأن هذا الدعم لن يكون مجانيا بالتأكيد ولن يكون على حساب التحول الديمقراطي في السودان. طيب هل تعتقد أن السودان في حاجة لمزيد من التواصل مع المجتمع الدولي؟ بالتأكيد، لأن المجتمع الدولي بنتيجة عدم اعترافه بهذه الحكومة أوقف كثير من المساعدات والتبرعات التي كان قد التزم بدفعها للخرطوم إبان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، ولعل منها مثلا برنامج ثمرات الذي كان يساعد الفقراء والذي الآن أصبح لم يكن موجودا. وكذلك أيضا كانت هنالك دعومات أخرى، مثلا الولايات المتحدة كانت تتعهد بحوالي 900 مليون دولار، البنك الأفريقي كان يتعهد أيضا مبالغ خاصة ومهمة وأساسية لدعم قطاع مثل الكهرباء، وهو قطاع حي ومهم. وكيف نرى هذه المعاناة التي نعيشها الآن نتيجة القطاعات المستمرة للكهرباء والإشكالات التي تواجه هذا القطاع، بالرغم من أن المواطن يدفع من جيبه مقدما الرسوم لوزارة لقطاع الكهرباء، ولكن لا تعود عليه الخدمة بذات الطريقة التي يدفع بها. إذن هنالك كانت إشكالات ستحل من قبل المجتمع الدولي، فنحتاج للعودة إليها، ولكنها مغرونة ومشروطة بالعودة إلى التحول الديمقراطي. يعني هذا الشرط أساسي في وجود هذه المعينات التي يقدمها المجتمع الدولي، كما قالت كل البيانات التي خرجت من الدول التي كانت قد تعهدت بأن تدعم الخرطوم. يعني سيد أشرف، ألا تعتقد بأن هذا الشرط يعني لصعوبة وجوده حاليا لذلك المجتمع الدولي يعني أثنى إليه وارتكز عليه؟ لا، المجتمع الدولي زي ما أنا أسلفت ما ممكن يتعامل مع سلطة الأمر الواقع، ويحاول أن يجد طريقة لأن يخلق معها علاقة ما حتى تعود وتؤوب إلى رشدها، ولكن ليس العكس، أنه يدعمها في مقابل أن تقوم بقتل مواطنيها. بالتأكيد هذا لن يكون فيه نوع من الحكمة، والمجتمع الدولي أصلا يقوم على التنوير والشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه هي مرتكزاته. نذهب إلى خبر آخر من صحيفة الانتباه، وعنونت المرور 60% من المركبات بالخرطوم غير مرخصة. جاء في تفاصيل الخبر: كشف اللواء شرطة حقوقي على أدي محمد الحسن مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم أن 60% من العربات بالولاية غير مرخصة، داعيا أصحاب المركبات للمسارعة بإكمال إجراءات الترخيص ونقل الملكية من المالك الأول، منبها إلى أنه قد يعتبر متهم ثاني عند وقوع حوادث. وأكد علاء الدين أن شرطة المرور لن تتهاور في تطبيق القانون تجاه المركبات المخالفة، محذرا من أن العقوبات قد تصل لسحب الرخص كما في حالة الهروب عقب الحوادث والقيادة تحت تأثير السكر. وشدد على مصادرة المركبات المخالفة في بلاغات هروب والسائقين وحوادث الموت والقيادة بإهمال. وأكد مدير المرور لدى تدشينه حملة التوعية بأهمية تجديد الترخيص ونقل الملكية التي تستمر لمدة أسبوع بدائرة مرور ولاية الخرطوم. سيد أشرف، ما هو تعليقك لوجود 60% من المركبات بالخرطوم غير مرخصة؟ هو بالتأكيد هذا رقم ضخم، ويمكن أن يؤثر على أمن وسلامة المواطنين، باعتبار أنه دائما الذين يخالفون الترخيص دائما تكون لديهم إشكالات، خاصة وأن هنالك كثير من الإشكالات متعلقة بالمسألة الخاصة بالمركبات. ولكن أيضا في الاتجاه الآخر يمكن أن يقرأ هذا السياق في إطار عدم مقدرة المواطنين على دفع هذه الرسوم الخاصة بالترخيص، خصوصا مع وجود الراهن الاقتصادي، خصوصا مع الظروف الصعبة التي يعانيها المواطن اليوم والارتفاع المهول فيما يتعلق بالوقود، فربما قد يرجح المواطن كفة على أخرى، يفضل أن يذهب ويقوم بشراء وقود بدلا من أن يقوم بعملية هذه الترخيص، خاصة وأن الخدمات أيضا المقدمة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالجانب الخاص بالترخيص يعني ليست هنالك خدمات تقابلها. كيف ترى الشوارع اليوم؟ كلها شوارع يعني غير صالحة للمشي، حتى أن الشرطة في لحظة من اللحظات قالت أنها ستقوم بحملة للمسألة المتعلقة بالإطارات الغير صميمة وإنها تؤثر في شكل الحوادث. كنا قد ناقشنا هذا الخبر في هذا البرنامج. فإذا كان ذلك كذلك فيجب أن تكون هنالك مساواة فيما يتعلق حتى يستطيع الذي يتم يقوم بدفع المخالفة يكون مقتنع بأنه قد قطع جسيما وعليه أن يقوم بالترخيص ويقوم بما إلى ذلك. إذن الحكومة من جانبها لا تنشط، ولكنها يجب أن تنشط وتقدم معها خدمات. طيب ما هي المخاطر التي تعود للمواطن من عدم فحص السيارات والذي لا يتم إلا بالترخيص؟
هو بالتاكيد المشكله لسيارات المواطنين ما في اشكالات، يعني واضح انه المواطنين بيتعاملوا بسياراتهم بشكل طبيعي، وده امر كان قديم وجديد. المشكله في سيارات الحركات المسلحه، سيارات الدعم السريع، وهذه المشاكل الموجوده. حتى كل حكومه تكون اكثر صراحه، المشكله في السيارات الغوات النظيرة، هذه أغلبيتها فيها مخالفات واضحة. يعني في ناس يقول لك يا أخي ناس الدعم ناس الحركات ده الجيب يبوك وعربات ما تتخيلها، لما فلان الفلاني كان جاي وخش الخرطوم جاب معه 90,000 عربية، يعني ده هتعامل معهم كيف؟ وده عندهم عاملين فيه بطاقات عسكرية ولسه ما تمت الترتيبات الأمنية ومستعدين يضاربوا ومستعدين يعملوا أي مخالفات مذكورة. إذن القصة دي ما عندها علاقة بالمواطن بشكل كبير، بأكثر ما عندها علاقة بالقوات النظيرة، يجي في حسم الفوضى هناك. ومن ثم كذلك أيضا لا أحد يمانع من أن يتم محاسبة المخالفين من المواطنين. طيب في عدد كبير جدا من عربات البوكو، العربات الغير مقننة في ولاية الخرطوم وأيضا في الولايات الأخرى، يعني كيف تتعامل مع الحكومة والآن هي يعني قفلت باب الجمارك لهذه السيارات؟ فبالتأكيد هنالك تعاملات مختلفة. أنا أذكر كنت في مدينة الفاشر أرى أنه كان يتم التعامل كالآتي، أنه تمنع هذه العربات أن تدخل السوق، ولكن عندما تذهب في الأحياء تجدها مرصوصة وكثيرة ويتم استخدامها بشكل طبيعي وهي خالية اللوحات. في الخرطوم هنالك بالتأكيد إشكالات حدثت، فتتم سرقة اللوحات بشكل مستمر من قبل سيارات وتوضع في أخرى، وهذا ممكن يعرض لأصحابها لجريمة. إذن كل هذه هي واحدة من المؤشرات التي تشير إلى أنه لا بد من حملات لحسم هذه المسألة بشكل كامل. طيب ارتفاع تكلفة الترخيص أيضا سيد أشرف، ألا يحول بين المواطن والترخيص؟ هو هذا الذي يحدث يعني في كثير من الأحيان، لانه غير اسبوع المرور لن تجد فرصه لانك تجد ترخيص 50% في اسبوع المرور يعني، لكن غير ذلك لن تجد. فبالتالي كثير من الناس يحذفون، خاصه مع الهموم التي يعيشونها كما اسلفت في اول التحليل على الخبر، باعتبار ان الظروف الاقتصاديه باتت اوجع واكثر وقعا على المواطن السوداني، وكذلك ايضا الزيادات المستمره في الوقود وما الى ذلك كلها لا تشجع. حتى ان كثير من المواطنين خاصه الموظفين باتوا يتركون سياراتهم في المنازل حتى يعودون اليها مساء اذا كانت هنالك بعض الامور المهمه، او ذهاب الى مرفق الى المستشفى او الى ذلك حتى يتم استخدامها، لكن في الغالب معظم السيارات الان لا تعمل. تكلفه الوقود بقت عاليه شديد. بالتأكيد يعني واضح جدا أن التكلفة بقت عالية جدا جدا، لأنه السياسة الاقتصادية للحكومة معتمدة على الجبايات، وكمان عملت المسألة المتعلقة بتحرير الدولار الجمركي وغيرها من السياسات التي يتبعها جبريل إبراهيم. طيب الطرق والحلول الناجعة التي تمكن المواطن من ترخيص سيارته؟ الطريقة بتاعت مسألة التخفيض وتخصيص مثلا أسبوع لأنه ممكن هذه المسألة تتم، التخفيض المستمر لو كان هناك طريقة للتخصيص أيضا ممكن أن تكون أفضل، على أن تكون الحملات في أشدها. يعني يمكن أن تقول للمواطن يمكن أن ترخص على 3 دفع، فيمكن أن يدفع ذلك لأن الظروف الحالية صعبة يعني، لكن صحيح. لا يستطيع أن يدفع هذه الرسوم الكبيرة في كل في مرة واحدة دفعة واحدة، خاصة وأنه واضح أن كل الناس تساووا في مسألة الحدة المتعلقة بالفقر نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية. نعم. طيب سيد أشرف، لو رجعنا لمسألة عربات الغير مغننة للبوك، طيب قفل الدولة للجمارك، فبالتالي في كثير جدا من المواطنين يملكون هذه السيارات، فبعض المواطنين سحبت سياراتهم وملكت للدولة، هل هذا حق مشروع للدولة؟ هو في إطار كان قانون من قبل المجلس السيادي، وكان عبارة عن القانون ده لأنه كان المجلس السيادي فلص المدنيين كان يمكن لهم أن يصدروا قانونا في غياب المجلس التشريعي، وكان ذلك ممكنا يعني في ذلك التوقيت، ولكن في تقدير يجب أن تكون هنالك تسويات فيما يتعلق بحالة وأوضاع المواطنين، خاصة أن الحكومة سمحت بذلك، فبعضهم قد لا يستطيع سداد الجمارك، ومدان وزير المالية استثنى ابن شقيقه ايضا، كان يمكن ان تكون هنالك مراجعات لهذه المساله باعتبار انها تهم عدد كبير من المواطنين وتؤثر بقدر كبير على معيشتهم، لان البعض جاء بهذه العربات في مقابل ان يستفيد منها في اي مشروع استثماري يمكنه من كسب قوت يومه. نذهب الى خبر اخر جاءت به صحافه الكترونيه،
الهادي إدريس يشيد بمواقف دولة الكويت الداعمة للسودان لمتضرري السيول والأمطار. تفاصيل الخبر. أشار عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور الهادي إدريس بمواقف دولة الكويت الداعم والمساند للسودان، خاصة خلال مواسم الأمطار والسيول والفيضانات التي تضرر منها المواطنون في العديد من ولايات البلاد. وامتدح دكتور الهادي إدريس خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس لدى السودان فهد مشاري الظفيري وقوف القيادة والحكومة والشعب الكويتي مع السودان وما قدمته من دعم إغاثي عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية. وقال سفير فهد الظفيري في تصريح صحفي إن اللقاء تطرق لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب استعراض الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والإغاثية. سيد أشرف، يعني كيف تنظر إلى شكل العلاقة ما بين الكويت والسودان؟ علاقة راسخة يعني متجذرة، والكل يذكر السفير الكويتي أحمد الصباح الذي كانت لديه صولات وجولات في الخرطوم، وكتب أيضا كتب عندما كان في جوبا وغيره من العلاقة المتينة الراسخة. وتلك الأيام والمناسبات في عهد النميري التي كان يشارك فيها الفرقة الكويتية في الخرطوم، وما زال التلفزيون سجله حافل بهذه المسائل. وبالرغم من أن السودان كان باختيار قد يغف إلى جانب العراق عندما احتل الكويت، ولكن كانت أيضا الكويت لم تتغير وكانت تتعامل مع الشعب السوداني باعتبار أن هذه علاقة مهمة وراسخة بين الشعوب ولا علاقة لها بمواقف الحكومات. وهذا يدلل على موقف الكويت أيضا فيما يتعلق بصندوق الشرق عندما كانت توقيع الاتفاق الشرقي، وكانت مساهمتها كبيرة وواضحة في هذه القضية. كل ذلك يشير إلى أن هذه العلاقة هي علاقة حميمية وذات روابط، وظلت الكويت هي في مقدمة الدول العربية التي تقوم بدعم السودان بشكل مستمر في كل نقباته كما هو واضح. نقف عند هذا التحليل ونعود إلى هذا الخبر مجددا، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم في هذه الجولة التحليلية مع الكاتب الصحفي المحلل السياسي أشرف عبد العزيز. سيد أشرف، بالرجوع إلى العلاقة الدبلوماسية بين الكويت والسودان، كيف تنظر إلى مواقف الدول العربية تجاه السودان بشكل عام لمتضرر السيول والأمطار في الفترة الأخيرة؟ والله بالأكيد هي مواقف مشرفة، وواضح أنه كان هنالك يعني نوع من التفاعل الكبير ونوع من التضامن الواسع الذي حدث بعد وقوع هذه الأضرار. ولعل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر كلهم، وكذلك جمهورية مصر العربية وإلى ما إلى ذلك، كلهم كانوا قد بادروا بسرعة وقاموا بإرسال كثير من المساعدات التي كانت يمكن أن تقول لها الأثر في تخفيف هذه الوطأة على الذين تأثروا نتيجة السيول والأمطار هذا العام. نعم. ننتقل إلى خبر آخر. سيد أشرف، من وكالات وجاء فيها مدير جامعة النيلين يلتقي مبادرة أهل السودان، جاء في تفاصيل الخبر. استقبل البروفيسور الهادي آدم مدير جامعة النيلين بمكتبه أمس الدكتور هاشم الشيخ قريب الله رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني في لقاء تفكري حول سير المبادرة. وقال الدكتور هاشم الشيخ قريب الله إن نداء السودان للوفاق الوطني مبادرة مجتمعية خالصة، مؤكدا انتظارهم مساهمة المؤسسات التعليمية في رفع درجة الوعي للمواطن السوداني نسبة لإيمانهم بأهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في المجتمع عموما. سيد أشرف، يعني كيف تنظر لحركة وتفاعل مبادرة أهل السودان منذ تدشينها؟ طبعا هذه المبادرة يعني واضح جدا أنها كانت قد لغت رواجا كبيرا ومقصودا من قبل الطرق الصوف بعض الطرق الصوفية وبعض الإدارات الأهلية، لأنها كانت مدعومة بشكل واضح من قبل الحكومة والسلطات. ولكن وضح تماما أن هذه المبادرة في كل لحظة من اللحظات تفقد أكثر باعتبار أن من هم عليها أو الجهات التي تقف وراءها تشير إلى أن هذه المبادرة هي التي يقف وراءها بالأساس هو حزب المؤتمر الوطني وكذلك الحركة الإسلامية، ونتيجة ذلك هذه المبادرة فقدت شعبيتها ولم يكن لديها أي تأثير بالرغم من الزخم والأموال الكبيرة التي صرفت عليها، وكان هذا واضحا من خلال اجتماعاتها التي توقعت في قاعات الصداقة وكذلك أيضا المؤتمرات الأساسية التي كانت توقعت لها والندوات التي أقيمت والإعلام التي تم صرف عليه كثير من المبالغ الطائلة، واستولى أمره كثير من الذين هم كانوا يغيفون وموالون للنظام البائد. كل ذلك
موقف هذه المبادرة وغربها من النظام البائد هو الذي أبعدها عن نفوس وجدان السودانيين، وكذلك بدأ ينظر لها المجتمع الدولي وكأنها محاولة لإعادة النظام البائد من جديد، خاصة بعد أن جاءت توصياتها بأنها أغرب تأييدا للجيش بشكل واضح بأن يستمر بالحكم في هذه المرحلة الانتقالية أو المتبقية منها. البعض يعتبرها بلا فاعلية ولم تحقق أهدافها حتى الآن. هي منذ الزخم الأساسي والكرنفال الكبير الذي أقيمه كانت عبارة عن كرنفالات الزينة مثلها الذي كان يقوم بها الفرعون، يعني انتهت بهذه المراسم بانتهاء هذه الكرنفالات ولم يعد لها صوتا ولا حسا، لأنها هي أصلا غير مقبولة حتى من الجميع السودانيين في الداخل وكذلك كل المجتمع الدولي الذي لديه علاقة بالشأن السوداني في الخارج، ولعل مقاطعة السفراء لها كانت تسير بشكل واضح أنها هي مبادرة لا غير مرحب بها بشكل كبير. نمضي ونذهب إلى صحيفة الصيحة، وجاء فيها: اللجنة العليا لتنظيم القرى بالخرطوم تؤكد استمرارها في كل المحاضر. تفاصيل الخبر: أكدت اللجنة العليا لتنظيم القرى بولاية الخرطوم في اجتماعها أمس برئاسة مدير عام وزارة التخطيط العمراني المكلف استمرار أعمال التنظيم في كل المحاور تمهيدا لإكمال كل الملفات في المدة المحددة، بداية من صدور القرارات التخطيطية حيث صدرت أغلب القرارات الخاصة بشرق النيل وعددها 10 قرارات، وستكتمل جميع قرارات قرى شرق النيل في بحر هذا الأسبوع، فيما تكتمل المنظومة بإجراء البحوث الاجتماعية للمواطنين وأعمال المساحة والتخطيط وانتهاء بالقرعة وتسليم العقودات. في أي سياق سيد أشرف يقرأ هذا الخبر؟ في إطار التنظيم، يعني خاصة أنه ولاية الخرطوم هي عاصمة ابتلع الدولة، كل الهجرات تتزايد على الخرطوم بشكل مستمر من قبل الولايات، فبالتالي هذا التمدد وهذا الانتشار جعل المساكن التي كانت مخصصة للمواطنين تصل إلى مناطق الغرى، وبالتالي أصبحت هنالك حيازات وأصبح هنالك شراء من الإدارات الأهلية هناك، وهذا يعني أنه لا بد من تنظيم هذه القرى حتى تكون مواكبة للسكن الآخر الموجود في الخرطوم. وبالتأكيد كانت هناك كثير من الملفات عالقة نتيجة سوء في بعض الممارسات، والآن الحكومة تحاول حل ذلك بالعمل على تنظيم هذه القرى حتى تكون هي مواكبة لذات الطريقة، خاصة أن السكن العشوائي يمكن أن يكون مهددا فيما يتعلق بالجريمة ومهددا فيما يتعلق بأشياء أخرى. نعم سيد أشرف، هل تعتقد أن هنالك فاعلية لعمل اللجنة العليا لتنظيم القرى؟ هي يا دوب يعني أنا شفت منها هذا الخبر، يعني والتحركات كان في السابق هنالك مخططا هيكليا لجنة المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم في عهد الوالي السابق عبد الرحمن الخضر، ولكن هذه اللجنة بالتأكيد توقفت، وكان هنالك أيضا استشكالات واضحة فيما يتعلق بالأراضي الخاصة بالقرى، خاصة وأن لجنة إزالة التمكين كانت أوقفت عددا من هذه الإجراءات باعتبار أن كان فيها فسادا، باعتبار أنها كانت تعطى للمحاسيب والانتهازيين من قبل قادة المؤتمر الوطني في تلك المناطق والذين يستفيدون منها ويستأثرون بريعها فيما يتعلق بأن يكونوا هم جزء من عمليات السمسرة للمواطنين، وهذا بالتأكيد من شأنه أن يجعل هنالك كثير من الإشكالات التي حدثت وتجاوزات حصلت في هذه الملفات المتعلقة بالأراضي، وهذا ما يجعل الحكومة تنشط هذه الأيام في محاولة لتنظيم القرى. طيب سيد أشرف، غياب التنمية في الولايات بشكل عام وزيادة الهجرة إلى الخرطوم إلى أي مدى يؤثر على ولاية الخرطوم؟ سوف يؤثر عليها بقدر كبير. ولاية الخرطوم كانت في آخر تعداد سكان هي حوالي 10 مليون نسمة، وهذا يعني أنها أصبحت عاصمة ابتلع الدولة بالحقيقة، والخرطوم نفسها أصبحت عاصمة مستريفة نتيجة هذه الهجرات المستمرة. غياب التنمية في الولايات والهجرة المتزايدة إلى الخرطوم تعني أن الجميع سيتضرر، الخرطوم ستحتاج إلى خدمات أكبر، والحكومة لا تستطيع القيام بتوفيرها سواء كان مياه شبكات مد شبكات المياه أو الكهرباء أو ما إلى ذلك. في المقابل الولايات لن تجد من يقوم بالمشاريع الإنتاجية ذات الأهمية سواء كان ما يتعلق في الزراعة والمشاريع البستانية وما إلى ذلك. نعم، وظهر جليا يعني هذا الضغط على الخرطوم في مياه الصرف التي أصبحت تتدفق في كثير جدا من المناطق. شبكة الصرف الصحي أيضا في الخرطوم هي شبكة محدودة انشئت منذ عهد الإنجليز ولم يتم توسعتها حتى الآن، كان هذا جزء من المخطط الهيكلي ربما، ولكن لم تكن هنالك أي مشاريع جديدة فيما يتعلق بتوسعة هذه الشبكة، وهذا بالتأكيد أثر عليها وأصبحت الانفجارات تترى
فبالغرب من القصر الجمهوري يمكن أن تجد انفجارا للصرف الصحي أو قد تجده في مناطق مكتظة بالسكان يمكن أن يؤثر على حياتهم، مثلا في المناطق التي يكون فيها تواجد اجتماعي كالكافتريات والقهاوى والمطاعم وغيرها، تجد أن هنالك بعضها هي تكون على يعني قرب جنبا إلى جنب مع مياه الصرف الصحي المتدفقة، وهذا ممكن أن يؤثر على حياة المواطنين بشكل كبير. طيب الهجرة العكسية من الخرطوم إلى الولايات هي تحل مشاكل كثيرة جدا على الضغط على ولاية الخرطوم بشكل عام، لكن في ظل هذه الظروف هل يمكن أن تكون هنالك يعني فكرة الهجرة العكسية ويمكن أن تكون تطبيقها فاعلي؟ وهذا يمكن أن يكون ممكن، الأمر يحتاج إلى استقرار سياسي. إذا كان هنالك استقرار سياسي وكانت هنالك مشروعات حقيقية وكان هنالك استثمار راد ضخمة، بالتأكيد يمكن استيعاب الذين جاءوا إلى الخرطوم مرة أخرى في أماكن مسقط رأسهم. نعم، نختم بهذه الجولة سيد أشرف بخبر من الصحف الرياضية. الهلال يتخطى سانت جورج الإثيوبي بشق الأنفس، جاء في تفاصيل الخبر. نجح الهلال السوداني في تخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي بشق الأنفس بعد تسجيل هدف العبور إلى المرحلة الثانية من أبطال إفريقيا عن طريق ركلة جزاء سددها المحترف الكونغولي ماكابي، وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعديل السلبي رغم محاولة الهلال المتتالية لخطف الهدف الأول، وضاع لاعبيه عددا من الفرص السهلة في مواجهة حارس سانت جورج الإثيوبي، ودخل الهلال الشوط الثاني أكثر إصرارا وعزيمة لتحقيق الفوز، وقبل نهاية المباراة بست دقائق احتسب الحكم الصومالي ركلة جزاء للأزرق ارتكبت مع المهاجم محمد عبد الرحمن الذي نجح في ترجمتها ماكابي إلى هدف غال عبر من خلاله الهلال إلى المرحلة التالية من أبطال إفريقيا. النتيجة منحت الهلال بطاقة التأهل للدور المقبل مستفيدا من تسجيله الهدف خارج أرضه في لقاء الذهاب الذي خسره بنتيجة 1-2 هذا، وسيلتقي الهلال بالشباب التنزاني في الدور المقبل من المسابقة. سيد أشرف، يعني كيف تقيم هذه النتيجة في مسيرة الهلال؟ وواضح أنه حتى وإن كان الأداء جيدا وكانت هناك محاولات أن يستطيع أن يقوم الهلال بتسجيل هدف مبكر، ولكن واضح من أيضا من خلال التقييم الكلي أنه لم يكن بكامل لياقته البدنية وكانت خطوطه متباعدة، وكان هذا يمكن أن يكون واحدة من الأسباب التي لولا يعني ما حدث في اللحظات الأخيرة من المباراة أن تطيح بالهلال من الدورات من المرحلة التمهيدية لهذه البطولة. الفرقة السودانية جميعها تحتاج إلى مراجعة جديدة فيما يتعلق بضرورة ترتيب صفوفها، وأنا في تقديري زررت أكرر يعني أنه آن الأوان للاهتمام بالمدارس السنية وآن الأوان للاهتمام بالفرق الرديفة والاستفادة من المبدعين السودانيين الشباب الذين لديهم قدرات جيدة، بدلا من صرف الأموال الطائلة على تسجيل اللاعبين الأجانب وعلى تجنيسهم وما إلى ذلك، لأن السودان في السابق عندما أحرز هذه الكؤوس كان أيضا ليست لديه أي ليست في هذه الفرق أي لاعبين أجانب. السودان 1970 أحرز الكأس الأفريقية، وكذلك المريخ كان قد أحرز كأس كاف العام 1986، وكذلك أيضا كان الهلال قد وصل إلى قمة كأس أندية أفريقيا وكان قد أن يحقق الانتصار لولا في ذلك الوقت موقف لاراش المعروف الحكم في ذلك الوقت. نعم. وكل ذلك لم يكن الهلال معه سوى وليد طايشين وطارق أحمد آدم والسالب، ولم يكن هنالك في صفوفه أي أحد، وكان الهلال في ذلك الوقت ماردا تهابه كل أفريقيا. إذن نعم. النقطة الأساسية والجوهرية في التي يتعامل بها الإداريون مع هؤلاء اللعيبة، وأصبح الشعار ليس مهما وإنما المهم هو الكسب، وأن الكرة هي أصبحت احتراف أكثر مما هي كرة فيها أيضا ندية وشعار وحب للوطن. نعم. يمكن عبره تحقيق الغايات الكبرى والسامية. نعم سيد أشرف، يعني بهذه النتيجة هل تتوقع نتائج إيجابية في الدور المقبل من مسابقة أبطال إفريقيا؟ الهلال موفر له كل الدعم من قبل الإدارة ولا يواجه أزمات مالية كما المريخ، فكان من الأفضل أن يكون في أفضل حالاته. يبدو على أنه الجانب الفني الذي يشرف على تدريب اللاعبين أن يكون مهتما بقدر أكبر ويحاول أن يجد فرص لسد كل الثغرات التي حدثت في الفترة الماضية حتى يعود الهلال مرة أخرى ماردا مهابا في أفريقيا. ما المطلوب من الجهاز الإداري والمشجعين؟
المشجعين نحن دائما عندنا مشكلة في التشجيع هنا، انه يتوقف ويكون هنالك يعني احساس احيانا بان الفريق لا يستطيع الانتصار مهما كان حتى اللحظات الاخيرة، ودائما يكون الناس في بعض اللحظات بعيدين كل البعد عن التشجيع نفسه. فهذه طريقة ليست سليمة، فافضل يكون المشجعين مستمرين بذات الانفعال حتى نهاية المباراة. هذا من جانب. الاداريين ايضا يجب ان يكونوا جزء من الحملة المعنوية للاعبين، وليس جزء بس من الذين يدفعون يدخلون جيوب ايديهم في جيوبهم ويدفعوا للاعب. هذه ليست القضية. القضية ان يكون اللاعب هو مقتنع بهذا الاداري ايضا، انه هو يمكن ان يحدث فيه اهتمامه به، يمكن ان يحدث فيه نوع من النفقة او نوع من التعبير المعنوي الذي يمكنه ان يلعب بقوة وصلابة داخل الملعب. شكرا جزيلا سيد أشرف عبد العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي لهذا التحليل. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.